هيا حنفة، طمني ايه الاخبار؟ كله تمام يا شريف باشا. طلبت من ابو سليم انه يقعدني مع مروان شيبوب. تمام، كان رد فعله ايه؟ وعدني انه هيرتب لي الميعاد ده. حلو قوي، خلي بالك يا حنف، اوعى تلح عشان ابو سليم ما يشكش في حاجه. طمن يا باشا اطمن، انا مش هجيب سيره على الموضوع ده تاني لغايه هو ما يفتح لي فيه. تمام قوي. عارف ايه ده؟ مش حلاقه جديد؟ لا طبعا، ده ميموري كارد عليه كل صور الحفله بتاعت مروان شيبوب وكل الناس اللي كانوا حاضرين فيها. في ده؟ دي هي دي الحفله اللي شفت فيها بنتك. يا نهار ابيض، ده انتوا ما بيخفاش عليكوا حاجه ابدا. طبعا يا حنف، عشان تعرف انك مش لوحدك واننا كلنا دايما جنبك. ربنا يستر يا بيه. اي اوامر تانيه يا شيف باشا؟ لا يا حنف، كده تمام قوي. امشي انت وانا همشي بعدك بخمس دقايق. خمس دقايق؟ حاضر يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا حنفي، ما مشيتش ليه؟ ما هو لسه الخمس دقايق يا باشا. يا حنفي انا اللي همشي بعد خمس دقايق. امشي. على ساعتك ولا على ساعتي؟ امشي امشي. صباح الفل حماتي. اهلا. صباح القشطه يا حليم. اقعد يا ابو عبد الرحمن. خير؟ جاي ليه وعاوز ايه؟ انا كنت محتاج قرشين كده. قرشين؟ بتوع ايه دول من القرشين؟ جرايه معلمه، انت نسيتي ولا ايه؟ معلش يا اخويا الزهايمر، السن بقى الواحد بيهنك. ماشي، قلنا لك ان احنا بنطور في الجيم وبعتنا نجيب اجهزه جديده وهنجيب اوضه ساونا من اليابان. وايه لازمتها الساونا بتاعت اليابان دي؟ ماله حمام التلات بيشتكي من ايه؟ ولا هي مصاريف عماله على بطال وخلاص؟ انت كده بتغيري كلامك يا معلمه. هو ايه اللي بغير كلامي؟ انت اللي بتاكله بقى محلوله. سبق وقلت لك الكلام ده وقلت لي وماله يا حليم، ما هو بيصب عندي وعندك. يصب ايه ويشرب ايه؟ ما بلاش النخعه الكدابه بتاعتك دي. اسمعيني بس، كل ما الليم هتدفعيه هيرجع لك الطقطق. ايه؟ وعلى راي المثل، البحر يحب الزيادة. والفاضي حط في المليان، واطبخ يا جارية كلف يا سيدي، خدني في 10 بلدي كده. المهم انت عاوز كام؟ 2 جنيه؟ 2 مليون يا حاجة. 2 مليون جنيه ايه يا حاج؟ مصري ولا 2 مليون من اللي بيطيروا الأخضر ده اللي ليه جناحين؟ الله بشوقك اللي تشوفيه. اللي أشوفه إنك تديني يومين أدبر لك المبلغ. طب وماله؟ ما يجراش. أستأذن أنا. بالسلامة بالسلامة يا جوز بنتي. لا بقى، ده جاي ينتقم لابوه ولامه ولاخته وفيا. خلاص يا كيداو، عشان ما بقاش ليكي راجل تسندي عليه. الله يرحمك يا حنفي، ما عرفتش قيمتك الا بعد ما موت. فعلا دل راجل ولا دل حيطه. لا بقى، ده انا لازم اعمل عزوه لنفسي زي المخفي اللي اسمه حليم، واللي مخفي الاسم والصوت والصوره اللي اسمه الشحطه الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، كانوا تحت جناحاتي وشايلين همي. انا كده اتقطعت مره واحده؟ لا، انا لازم اتصرف. خلاص رستقت نفسي في المحل وبقيت عند كريمه فرخه بكشك. هو ده، عايزاك تركز عليها قوي، رستق قوي قوي قوي، وركز على البنت التخينه دي. ايوه بس. بس ايه؟ ايه اللي هيخلي واحده زي كريمه دي تبص لي انا؟ يخرب بيتك، امال انا جايباك ليه؟ يا واد البنت دي مش زي اخواتها، ما ببصش لفوق زيهم. وبعدين انت مش معاك دبلون؟ معايا دبلون فن صناعي. خلاص البنت دي بقى ما تلاقيش معاها الاعداديه ولا حاجه. انا عايزاك بقى ترسم عليها الرسم التقيل، الرسم اللي هو حسسها بامانتك بشهامتك. خدها بره، اعزمها عزومتين، اكلها اكل سمين. حاكم البنت دي تحب الاكل قوي، ما بتفكرش الا ببطنها. ربنا يسهل.